ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التدريبية الأولى لجمع القراءات، والذي يقام بالمركز الإرشادي بجامع الملك خالد، وتنظمه مقرأة جامع الملك خالد بالرياض. وكنا قد انتهينا من قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نبدأ من قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا، طبعا عندنا آمنوا فيها ثلاثة البدل، قالوا آمنا فيها ثلاثة مراتب المنفصل وفيها ثلاثة البدل، وإذا خلوا إلى شياطينهم فيها النقل لورش، شياطينهم قالوا صلة الميم، قالوا إن فيها ثلاثة مراتب المنفصل، معكم إنما فيها الصلة مقصورة وموسطة وممدودة، مستهزئون فيها ثلاثة البدل لورش، وفيها أيضا ثلاثة العارض، لكننا يعني التزمنا في العارض وجها واحدا، لكن لورش له تفصيل سنقرأ به إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا قالون درج معه أبو عمرو. نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا قالون ومعه معه ابن كثير. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا أنت الآن قرأت بالتوسط لقالون ودوري أبي عمرو. نعم تفضل. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا انفرد به قالون. قالون. نعم أحسنت. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويجيزون أيضا فيه التوسط والإشباع كذلك على قصر البدل في العارض، لأن العارض هذا إيش؟ بدل، يجيزون فيه التوسط والإشباع أيضا. نعم تفضل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا
إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا التوسط يأتي عليه توسط في العارض لأنه بدل وبدل مثل بعض يصير مثل بعض، ويزاد أيضا الإشباع على العروض، ويزاد الإشباع على عروض الإيش السكون. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بارك الله فيك. وهذا لا يتأتى فيه إلا إشباع، إشباع مع الإشباع. فإذا على قصر البدل في ثلاثة في العارض مستهزئون بالثلاثة، وإذا وسطنا البدل فيه توسط وإشباع في العارض، وإذا أشبعنا يكون فيه إيش؟ إشباع. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب، هل في هذه الآية خلافات؟ الصلة فقط. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بارك الله فيك. وليس فيها تقليلات لورش، لأن هذه من الألفاظ التي اختص بها دور الكسائي. نعم. نأتي بعد ذلك لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك طبعا فيها التفاوت في المد المتصل، بالهدى فيها الفتح والتقليل لورش، تجارتهم وما فيها الصلة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربح فما ربحت تجارتهم. لا، بلاش بالهدى فما ربحت، بالهدى تربح إن شاء الله. بالهدى تربح، لكن لو عايز ترجع قول اشتروا، معلش، بالهدى تربح إن شاء الله. نعم. ابشر. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بالنسبة للعطف الأول بس كان يكفيك تقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخسر يعني، أخسر لك وأقصر في الوقت. بارك الله فيك. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا عندنا الأول إيش؟ الصلة، وبعدين فلما أضاءت فيها تفاوت المراتب في المدود، بنورهم وتركهم في فيها الصلات، وبعدين لا يبصرون فيها ترقيق الراء لورش. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. من الآن لمن قرأته؟ قرأنا لقلون على
على على على اسكان ميم الجمع على القصر لاسكان ميم الجمع وصلتها، على اسكانها اندرج معه ابو عمرو، وعلى صلتها لا احنا ما قرانا الصله، توسط قصدك اندرج معه ابو عمرو بخلف عن الدوري في الاول والان. نعم. فلما اضاءت اندرج معه، اندرج معه الدوري، دوري ابي عمرو الوجه الاخر، دوري ابي عمرو. نعم. نعم تمام. بعد كده من ياتي؟ ياتي الصله. لا لسه الصله اخر شيء، ياتي الاشباع لورش. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. احسنت. بعده الصله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. درج معهم لكثير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قالون وجه التوسط مع الصلة لا يندرج معه أحد. نأتي بعد ذلك لقوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذه ليس فيها خلاف إلا الصلة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وطبعا ما يحتاج أن لازم أرجع مرة أخرى، إذا قلت صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ها أقول إيش؟ فهم لا يرجعون، لأن فائدة الجمع هو الاختصار. خلاص صم بكم عمي متفقون فيها كلهم، فهم لا يرجعون هذه اللي فيها الاختلاف، هذه التي تعطف. نحن سنعتمد وقفا غير الذي يعني هو ما حط إلا الموت، فسنعتمد وقفا آخر زائدا في هذه الآية. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهذا في كتاب الحصري جعله على الراجح أو على المرجوح، يعني وجعله وقفا صالحا، جعله وقفا صالحا، فإحنا سنعتمد إلى هنا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. طيب السماء فيها تفاوت المتصل، فيه ظلمات ابن كثير صلة، وطبعا احنا ليس عندنا خلف، فما في شيء آخر في هذا المقطع. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. بارك الله فيك يا شيخ محمود. طيب نأتي للمقطع الذي بعده. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يجعلون أصابعهم في، فيها الإيش؟ الصلة. في آذانهم فيها تفاوت المنفصل، آذانهم فيها البدلات الثلاث، آذانهم من الصلة كذلك، حذر الموت والله محيط بالكافرين، عندنا الفتح والتقليل والإمالة. الفتح لقالون وابن كثير، والتقليل لورش، والإمالة لأبي عمرو البصري. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ولو قلت في آذانهم وعطفت ثلاثة البدل وكملت يجوز. نعم أحسن. أخصر يعني. نعم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت. بارك الله فيك. الله محيط بالكافرين بالكافرين بالكافرين. طيب انت عايز تجيب بعد الفتح من التقليل ورش؟ التقليل. ارفع شويه فوق شويه. بالكافرين بالكافرين. نعم بالكافرين. بارك الله فيك. يعني اذا كانت الكلمه الاخيره يكفي ان تعطف ما فيها من خلافات كما قرأ الاخ. بارك الله فيك. طيب ننتقل الى الايه التي بعدها. يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا وقف سنقف عليه وينبني عليه ترك الصلة، لأن ليس فيها خلافات. هذا المقطع الأول ليس فيه خلافات، ولكن وقفنا عليه، فعند الوقوف عليه يعتمد إسكان، فنعطف من بعده. كلما أضاء، عندنا تفاوت المنفصل والمتصل، لهم مشوا، ها الصلة مشوا فيه، نقف عليها ولا نعتمد هذا ولا نكمل؟ كمل نكمل فيه. وإذا ابن كثير صلة الهاء، وإذا أظلم تفاوت أظلم، في عندنا تغليظ اللام لورش، عليهم قاموا عليهم قاموا. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. من هذا؟ هذا قالون. اندرج معه أحد؟ لا لم يندرج معه. نعم. مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. من هذا؟ ابن كثير. نعم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قالون ودرع بعمر. نعم. لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قالون ولم يأخذ معه أحد. نعم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. بارك الله فيك. أحسنت. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. شاء فيها تفاوت المتصل. لذهب بسمعهم، ها لذهب بسمعهم إدغام السوسي، وأبصارهم بسمعهم وأبصارهم الصلة، وأبصارهم فيها الفتح لقالون وابن كثير والتقليل لي ورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو بتمامه. إن الله على كل شيء قدير فيها توسط وإشباع اللين لورش، توسط وإشباع اللين لورش، وقصره للباقين.
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 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 وأبصيرهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصيرهم لا مش كده ارفع وأبصيرهم 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 وأبصارهم وأبصيرهم بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصيرهم لكن أراد يعني الاستزادة من الحسنات كمان حروف كثيرة يقرأها زيادة وثم النهاية كانت ورش بالإشباع إن الله على كل شيء قدير شيء قدير شيء قدير بارك الله فيك ولو قلت إن الله على كل شيء قدير أحسن يعني أصل شيء قدير هذا طيب بارك الله فيك طيب ننتقل للآية التي بعدها وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فيها تفاوت المنفصل والصلة وفيها أيضا الإدغام للسوسي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون طيب الآن عندنا إدغام السوسي وعندنا صلة الميم نعم. أيهما نقدم الصلة نعم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أعيد السوسي نعم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله فيك طيب ننتقل إلى الآية التي بعدها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء نحن سنكتفي نقف هنا على أنه وقف حسن في تعلق إعرابي وفي تعلق معنوي لكنه أعطى في ذاته معنى صالحا أعطى في ذاته معنى صالحا طيب الذي جعل لكم ها إدغام السوسي صلة الميم ولا ما في صلة ميم أيوة لأن أصلا بعدها ساكن الأرض نقل ورش وفراشا ترقيق ورش والسماء توسط والإشباع وبناء نفس الشيء وبناء ليس فيها بدل لورش وبناء ليس فيها بدل لورش لأن هذا المد مد غير أصلي يسقط فيه الوصل يسقط في الوصل فليس فيها بدل لورش الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني مد هذا التوسط طويل زيادة شوية قصروا شوية ممتاز والسماء بناء
نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. بارك الله فيك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من السماء طبعا في تفاوت المتصل وماء نفس الشيء. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اندرج الجميع عدا ورش. جميل. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. درج جميع ابن كثير. وأنتم تعلمون. ابن كثير والوجه الثاني لقالون. يعني نؤكد على أمر أو على أمرين في الجمع. أولا تثبيت الجزء الذي أتى أولا وإن كنتم في ريب مثلا. إذا كنتم هذه إيش تبقى لا نغير فيها شيء. في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين مثلا. كنتم أتت أولا ثبتها ما أحرك فيها شيء. فأتوا أثبتها بالتحقيق. شهداءكم هذه أقرب شيء في الخلافات. إذن هذا الذي إيش آتي به لو تأتى لو تأتى لأنه ورش واقف عند فأتوا مثلا وهكذا. فأولا تثبيت الذي أتى أولا ثم نعطف الأقرب فالأقرب من الأخير. الأقرب فالأقرب من الأخير ما لم يكن له تعلق في بداية الإيش الآية. هذه يعني من أساسيات الجمع. إذا حفظتها استطعت أن تجمع أي قراء تعرف أصولهم وفروشهم بلا يعني أي إشكال إن شاء الله. والدورة إن شاء الله ستكون متاحة على المجموعة بعد أيام إن شاء الله إذا انتهى من المونتاج، وتتاح أيضا للجميع على اليوتيوب بإذن الله تعالى. وينبغي لمن لم يتمرس بجمع القراءات أن يراجع الدورة. يعني لا يكفي الحضور فقط، لا بد من المراجعة ولا بد من التدريب أكثر عليها حتى يثبت عندك. نشكر للجميع حضورهم وأسأل الله أن يتقبل من الجميع سعيهم ويكتب أجرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا من لسان تلفظا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا الأذن تسبح في هدير بحوره والعين ينظرها تلألؤ نوره والصدر من نفحاته مستنشق أنفاسه الملأى شذا بعطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد.